هنكمل الجلوكونيوجينيسيس. هنتكلم دلوقتي عن substrates او المواد اللي انا ممكن استخدمها اصنع بيها جلوكوز زي ما اتفقنا ما تكونش كاربوهيدرات. الاساس طبعا ان هو مصنع من اللاكتيت اند بايروفيت اللي هما الاند برودكتس اوف جلايكوليسيس، فانا هقلب الجلايكوليسيس ايزلي. بعد كده اي حاجه ممكن تديني انترميديت جوه الجلايكوليسيس او جوه الكريبس سهله جدا. خلاص جوه الجلايكوليسيس مفهومه، ما انا هقلب الجلايكوليسيس لما ابداه من النص هيبقى احسن لي من ابداه من تحت خالص. لكن لو جبت من الكريبس ازاي؟ ما هو انا بجيب الفوسفوينيلبايروفيت من الاوكسالو اسيتيت، والاوكسالو اسيتيت دي اخر السايكل بتاعت الكريبس. فانت لو جبت اي انترميديت في الكريبس دي سايكل كمل لحد الاوكسالين الاوكسالو اسيتيت، وهات الاوكسالو اسيتيت ده حوله الفوسفوينيلبايروفيت. يبقى انا علشان احول الحاجه الجلوكوز بالجلوكونيوجينيسيس كل اللي انا محتاجه انها تديني انترميديت جوه الجلايكوليسيس او جوه الكريبس. جوه الجلايكوليسيس فضل ونعمه، بدل ما هبدا الجلايكوليسيس من تحت خالص هبداه من النص. لكن لو جوه الكريبس هجمل الكريبس لحد ما اجيب الاوكسالو اسيتيت، واخد الاوكسالو اسيتيت اجيب بيها الفوسفوينيلبايروفيت واكملها. تمام، لاكتيت وبايروفيت هبدا الجلايكوليسيس من تحت خالص. جليسرول هيديني الجلايكوليسيس من النص، جليسرول بيديني جليسرالدهايد 3 فوسفيت. طب حلو، بس خلي بالك برضه انت هنا هتحتاج اثنين، لان جليسرالدهايد 3 فوسفيت ده ثلاث كربونات مش هيجيب لك جلوكوز، انت محتاج اثنين، واحده تفضل جليسرالدهايد 3 فوسفيت والتانية تبقى داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، وابدا هقلب كده فيز 1 بس في الجلايكوليسيس. يبقى الجليسرول هيديني جليسرالدهايد 3 فوسفيت اللي هو الاند برودكت فيز 1 بتاعت الجلايكوليسيس، هحتاج اثنين برضو عشان اقلب فيز 1. الاودي تشين فاتي اسيد، اودي يعني فاتي، معظم الفاتي اسيد اللي في جسم حضرتك ايفن نمبر مش اود نمبر، الاود ده رير جدا ان انا الاقيه. طب امال ايه بقى؟ قال لك اصل انت لو ايفن نمبر بتكسروا كربونتين كربونتين، بكسروا كربونتين كربونتين، الكربونتين دول اللي هو الاسيتايل كو اي. طب ما الاسيتايل كو اي جاي من البايروفيت بالايه؟ بالاكسيداتيف دي كاربوكسيليشن رياكشن بتاع البايروفيت دي كاربوكسيليز كومبلكس، سوري البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. هقول لك ما هو اي كومبلكس ما ينفعش يتقل. اذا كنت انا عملت البدع وجبت ثلاثه انزيمز وفايف كوفاكتورز عشان اعمله، يبقى البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس ما يتقلبش، الالفا كيتو جلوتاميت دي هيدروجينيز كومبلكس ما يتقلبش، اي كومبلكس ما ينفعش اقلبه. يعني ده معناه ان الاسيتايل كو اي نيفر ايفر اعرف اجيب منه جلوكوز. مفيش حاجه تقلب الاسيتايل كو اي تجيب منه جلوكوز. دي بتيجي في الام سي كيو يقول لك all the following substrates are substance for gluconeogenesis except. دور على الاختيارات اللي فيها اسيتايل كو اي او هتدي لك اسيتايل كو اي. اشهرهم زي ما قلنا ان هو يكتب لك اسيتايل كو اي دايركت، او يقول لك ايفن نمبر فاتي اسيد. ايفن نمبر فاتي اسيد هكسره اتنينات، اتنين دي اسيتايل كو اي، ما ينفعش اجيب منه جلوكوز عشان انا ما ينفعش اقلب الاوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن بتاع البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس ريأكشن. طيب لو ربنا كرم بقى واتوفر عندي اودي تشين فاتي اسيد، هقعد اكسره برده كربونتين كربونتين لحد ما يتبقى ثلاث كربونات في الاخر. الثلاثه الاخرانيين دول بسميهم بروبيونايل كو اي، باخده احوله الى الميثايل مالونايل كو اي. الميثايل مالونايل كو اي ده في وجود فيتامين بي 12 ممكن احوله الى ساكسينايل كو اي. احنا سمعنا الساكسينايل كو اي ده فين؟ ده انترميديت في كريبس. حلو، احنا قلنا اي انترميديت في كريبس هكمل لحد ما اجيب اوكسالو اسيتيت واحولها لفوسفوينيل بايروفيت. وبرده خلي بال حضرتك انك هتحتاج اثنين اودي تشين فاتي اسيد عشان هتحتاج اثنين بروبيونايل كو اي، عشان هتحتاج اثنين ميثايل مالونايل كو اي عشان تحولهم لاثنين ساكسينايل كو اي وتجيب منهم اثنين اوكسالو اسيتيت عشان يبقوا اثنين فوسفوينيلبايروفيت. اللي هو حاجه كده صعبه جدا ان انا يبقى متوفر عندي اثنين اودي تشين فاتي اسيد كسرتهم في نفس الوقت وجبت لك اثنين بروبيونايل كو اي، وبالتالي صعب ان انا اجيب من الفاتي اسيد جلوكوز. سهل جدا ان انا اتخن بس صعب ان انا اخس. سهل جدا ان انا احول الجلوكوز لفات، لكن صعب جدا ان انا ارجع الفات ده بقى جلوكوز تاني. تمام؟ يبقى احنا قلنا اللاكتيت والبايروفيت خلاص عادي هقلب الجلايكوليسيس من الاخر، الجليسرول هقلبه من النص عشان اجيب الجليسرولات 3 فوسفيت، الاودي تشين فاتي اسيد بس هاخد اخر ثلاث كربونات احول اللي هم البروبينايل كو اي احوله لميثايل مالونايل كو اي اللي بالايزومريس في وجود فيتامين بي 12 بيديني ساكسينايل كو اي ده انترميديت في كريبس يبقى اقدر اقلبه بس برضه محتاج اثنين. الامينو اسيد كل الامينو اسيدز ممكن احولها لانترميديت جوه الجلايكوليسيس او جوه الكريبس، زي مثلا الاسبرتيك زي الجلوتاميت. ولو انتم فاكرين لما قلنا هي ليه كريبس امفيبوليك بوث كاتابوليك اند انابوليك، قلنا انابوليك عشان بتتحول لحاجات مهمه. حاجات مهمه زي ايه؟ قلنا زي الامينو اسيد زي الاسبرتيت والجلوتاميت والاسبرجين والكلام ده.
معظم الامينو اسيد ممكن تتحول ما عدا الليوسين. الليوسين از بيور كيتوجينيك، يعني ايه؟ يعني بيجيبش جلوكوز. الامينو اسيدز اللي ممكن احولها لجلوكوز بسميها جلوكوجينيك امينو اسيد، لكن الليوسين ده بيور كيتوجينيك امينو اسيد لانه بيديني كيتون بودز بس. في كتب كانت كاتبه تكست بوكس كمان كانت كاتبه ان اللايسين كمان كيتوجينيك، بس في باث ويز جديده اثبتت ان اللايسين ممكن يرجع لجلوكوز، لكن الليوسين لحد دلوقتي بيور كيتوجينيك امينو اسيد. تمام؟ يبقى substrates for، يبقى انا لو برضو قال لي all of the following are substrates for gluconeogenesis except، في الامسك هدور على حاجه فيها استايل ايه، هدور على حاجه فيها even number fatty acid، هدور على حاجه فيها ليوسين امينو اسيد. الباقي زي ما قلنا ممكن يبقى لاكتيت اند بايروفيت، هبدا من الاخر خالص. جليسرول هبدا من النص من الجليسرول هاي تريبوسفيت. الاذر تشين فاتي اسيد هبدا من الساكسينايل في ايه وكم من نص الكريبس، وبعدين ابدا من تحت خالص. الامينو اسيدز معظمهم بينفع يتقلبوا ما عدا الليوسين ذا بيور كيتوجينيك امينو اسيد. كده احنا خلصنا الجلوكونيوجينيسيس، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.